السيدات والسادة أهلا بكم. نشرت التقارير الصحفية تعديلات مقترحة على قانون الجامعات الأردنية، خفضت فيه عدد أعضاء مجلس أمناء الجامعات الرسمية من 12 عضو إلى 10 أعضاء، فيما أبقت على عدد أعضاء المجلس بالنسبة للجامعات الخاصة. وسمحت التعديلات للجامعات الرسمية الاقتراض من خارج الأردن بموافقة مجلس الوزراء، ووسعت قائمة الفئات التي لا يجوز لها أن تكون أعضاء في مجلس الأمناء لتشمل أعضاء هيئة التدريس السابقين، وكذلك من يتقلد حاليا منصب رئيس أو نائب رئيس أو رئيس فرع أو أي جامعة أن يكون عضوا في مجلس أمناء جامعة أخرى. وخصصت التعديلات بدلات تنقلات لرئيس مجلس أمناء وأعضائه وفقا لأسس يقرها مجلس التعليم العالي، ونصت التعديلات على وجود أسس يضعها مجلس التعليم العالي لتعيين رئيس الجامعة الرسمية بالإضافة إلى تعديلات أخرى. بالمقابل فقد عبرت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة ذبحتونا عن مخاوف حقيقية من تعديلات مقترحة لقانون الجامعات الرسمية نشرتها إحدى الصحف الأردنية، وبحسب هذه التعديلات فسيتم السماح للجامعات الرسمية الاقتراض من خارج الأردن بموافقة مجلس الوزراء. كاميرا رؤية ذهبت إلى المواطنين وسألتهم عما يجب أن يكون بقانون التعليم العالي الجديد. لا مش مع القرار عشان بتبطل الجامعة لها سيادة. بصراحة أنا مع إنه الجامعة تأخذ قروض من وراء بدون موافقة رئاسة الوزراء، وإذا كانت بس لدعم التعليم في الأردن، ولكن بدنا نعرف إحنا شو الأسباب اللي خلت الجهات الدعم برا تدعم جهات التعليم في الأردن. إذا كان للأفضل فإنها مع. والله أنا إيجابي مع هذا الموضوع، لأنه ممكن ترجع الفائدة للجامعة وترفع من تعليمها. اليوم نتساءل عن التعديلات المقترحة على قانون التعليم العالي، الاقتراض وجدليته، أسباب التشريعات الجديدة وتغييرها المستمر، مع ضيوفنا كل من الدكتور محمود الخلايلة أستاذ المحاسبة والتمويل في الجامعة الأردنية وعميد البحث العلمي في جامعة الزرقاء الأهلية، ودكتور فاخر دعاس المنسق العام للحملة الوطنية لحقوق الطلبة ذبحتونا. يبدأ الحوار بعد الفاصل. ارحب بكم اعزائي المشاهدين، نرحب هنا بضيوفنا دكتور فاخر دعاس مساء الخير، وايضا نرحب بالاستاذ الدكتور محمود الخلايلي مساء الخير دكتور. نذكر بسؤال شارك عبر تطبيق رؤية، هل تؤيد السماح للجامعات بالاقتراض نعم او لا؟ ونتمنى تفاعلكم وتصويتكم على هذا السؤال. لعلي ابدا معك دكتور خلايلي، يعني اول شيء اهمية وجود قانون، هل نحن بحاجة لقانون جديد للتعليم العالي باعتقادك؟ والله أو التعديل عليه يعني. يعني هو أصحاب الشأن مجلس التعليم العالي وارتأوا أن يكون هناك تعديلات على القانون، وأكيد عندهم مبرراتهم، وطلعت أنا على مشروع القانون وهناك في بعض التعديلات على نصوص بعض البوهات، في منها إيجابي وفي منها لا ضرورة له حقيقة، ولكن نتمنى أن يكون يعني القانون يكون فيه نقلة إلى الأحسن. إذا ما كان في نقل أحسن لماذا التعديل أصلا؟ ولهذا إحنا من 2010 اليوم تقريبا نعيش 3 قوانين تعليم عالي. هي أي نقطة مهمة، أنه هذا يعني نقطة تثير عدم استقرار التشريعات، وهذا أمر يعني غير مرغوب لعدة أسباب، لغايات التخطيط على المستوى حتى أعضاء التدريس الذين يتعاملوا مع الجامعات، كل ما يعنيهم هذا الأمر أو الستيكولدرز، يفترض أن يكون هناك استقرار تشريعي قدر الإمكان. فهذا سطور يعني شو بيعكس دكتور هذا عدم استقرار التشريعات؟ هذا يؤدي الى مشكله في التخطيط على مستوى الجامعات وحتى على مستوى العاملين بالجامعات، اعضاء التدريس وغيرهم الى اخره. ولا تنسى انه هذا القانون يمس جهاز جزء كبير من الجامعات الخاصه، وهذه الجامعات يعني جزء مهم من هذا الاقتصاد، ولذلك يفترض ان يكون في استقرار بالتشريعات حتى الجماعه يعني يعرفوا كيف يخططوا وكيف يديروا أمورهم.
طيب. سواء الخاصة وكذلك الجامعات الحكومية أيضا تتخذ العديد من القرارات اللي لها أثار اقتصادية وتعليمية. فالاستقرار مطلوب للجميع، للجامعات نفسها الخاصة والحكومية، للعاملين في هذه الجامعات وخاصة الأساتذة الجامعات، وقد يكون للطلبة أيضا. صحيح. دكتور فاخر دعاس، يعني خلينا نكمل هذا السؤال. يعني ثلاث قوانين ربما يكونوا بجزء أربعة حتى، هذا اللي أنا متذكره، مع هذا القانون بجزء يصيروا خمسة في خمس سنوات أو في أقل ربما من خمس سنوات، لأنه بدأت أشياء من 2009 كانوا يحكوا في حين تعديلات، وفي سنة واحدة عشنا به قانونين أظن ب 2010. الدكتور يقول أنه في عدم استقرار التشريعات قد يؤثر على سمعة الجامعات والتعليم والطلاب والطلبة والتخطيط، والبعض بربط الأمر بوزراء. الوزير الذي يأتي ولا يعجب قانون بروح سهل جدا تروح على مجلس النواب ترفع مشروع قانون وتعدل. البعض يرى أنه هذا الأمر صار فيه أسوأ منه، أنه تغيير مجلس تعليم عالي، تعالوا وقعوا، تعالوا عينوا، تعالوا استقيلوا. وحصلت في جامعات أنه مجلس جامعات قول لمجلس جامعة تعال مجلس قيل هذا الرئيس وبصموا على قرار إقالة الرئيس، وحصلت في تاريخ الأردن. ماذا تقول؟ يعني هو ابتداء احنا الإشكالية الرئيسية عندنا في الوزارات بشكل عام، وزارة التعليم العالي والتربية بشكل خاص، انه هي لدينا سياسات وزير وليس سياسة وزارة. وبالتالي عندنا مجرد وصول وزير الى منصبه كأعلى رأس سلطة التعليم العالي يبدأ يضع توجهاته هو كشخص وليس توجهات سياسة وزارة بشكل عام نبني على من سبقنا من الوزراء، وبالتالي ندخل في هاي الإشكاليات المتراكمة. يعني هذا الوزير يعني على سبيل المثال، آسف أقاطعك، بس هذا الوزير يعني لا يأتي من حزب عنده برنامج حول التعليم العالي ولا من تجمع مجتمعي، يأتي وهذا لسه أسوأ بليلة يعني قدر يأتي. أي ما هاي المشكلة، إنه هاي بتصفي رؤيته الشخصية. لسه لو إنه بيجي من حزب بده يطرح رؤية حزب، الحزب بده يبني على ما بناته السياسة السابقة كدولة، يعني بده يبني كمفهوم دولة بتراكم شغل. هون بتختلف، بينما لما يجي وزير كشخص بده يبني وفق رؤيته الشخصية، ولا ينظر بأنه اللي قبله شو سوى ولا اللي بعده شو حيسلم. هو بينظر أنه أنا بدي أحقق مجدي الذاتي بين قوسين، من منطلق إما أنه بده هو يرغب بأنه يستمر أطول فترة ممكن، وبالتالي يضع قوانين تتناسب مع قدرته على الاستمرارية، أو أنه يطمح في مناصب أعلى وبالتالي يضع آليات لأنه يوصل. يعني هذا الشغل الشاغل للوزير للأسف. أنا بدي أحكي مثالين هيك إصغار على كيف العقلية اللي يعني على سبيل المثال قصة الحد الأدنى لمعدل القبول الجامعي. إحنا عصرنا يمكن 7 وزراء تعليم عالي في 7 سنوات أو 8 سنوات السابقة. كل وزير تعليم عالي كانت له رؤية مناقضة لمن سبقه. صح. وزير تعليم عالي بيجي بيحكي لك 65%، بيجي اللي بعده بيحكي 60%، بيجي اللي بعده بيحكي 70%، اللي بعده بيجي 55%. أحد وزراء التعليم العالي حط معدل القبول، الحد الأدنى للقبول في الجامعات الخاصة 55%، إذا بتتذكر، أنا مش حاذكر اسمه. مزبوط. ماشي الحال. هاي بتصفي هذه قديش بدها تشتغل على الجامعات الخاصة كيف بدها تبني سياساتها، والجامعات الرسمية كيف بدها تبني سياساتها في ظل هاي العشوائية في القرارات والتوجهات. النقطة الثانية نفس الشيء، البرنامج الموازي. وزير تعليم عالي بيحكي أنا في 5 سنوات بدي ألغي البرنامج الموازي، وبلش وحكى السنة هاي خفضوا لي الموازي للنص. الوزير اللي بعده مباشرة فتح الموازي على مصراعي. أنا ما بحب أذكر أسماء لأنه مش معنيين بأسماء، بس أنا بحكي يعني قديش في التخبط والعشوائية في اتخاذ القرارات، وهذا ينعكس على قانون الجامعات. قانون الجامعات إحنا أصلا كان عندنا قانونين للجامعات مش قانون واحد، كان إشي اسمه قانون الجامعات الرسمية وقانون الجامعات الخاصة. طيب. من دمجوا هدول القانونين في قانون اسمه قانون الجامعات الأردنية، واشتغلوا على أساس الهدف الأساسي تحت عنوان الاستقلال المالي والإداري للجامعات، دخلوا بمدخل أنه يحولوا الجامعات الرسمية لجامعات خاصة قانونا. يعني بالقانون لما تطلع على القانون لن تجد أي ميزة للجامعة الرسمية عن الخاصة سوى بند صغير أنه الدعم الحكومي المشاعة يعني هو في على الأرض وأي دعم من ذاك. بالعكس هذا هدم. الحكومات لا تمارس دعم، بالعكس إلا إذا بدهم رؤساء الجامعات يفرشوا أديهم مشان الله يا رئيس وزراء أعطينا رواتبنا لجامعة كذا لجامعة كذا. وحصل اليوم في رؤساء جامعات بيرتعبوا لما يصل 20 شهر وبيستقيلوا من عندهم موظفين بسبب العمر أو الوفاة، ناس بعضهم بموت ما في تعويضات لهم. دكتور، يعني الدكتور فاخر يشير إلى شيء مهم، أنه أنا بصير رئيس أو جامعة بطرح آراء معينة مخالفة
رؤية عامة في القانون أو بيجي وزير تعليم عالي، وإحنا شهدنا وزراء تعليم أطلقوا مبادرات يعني بالخيال، وهذا الأمر يؤثر على القطاع، والقطاع نفسه قطاع التعليم العالي من 5 سنوات الجلد ماشي فيه. ماذا تقول؟ أولا يعني أنا بختلف مع، طبعا هو له رؤيته مع دكتور دعاس حول أنه كل وزير يأتي هو حاول أنه ينفذ سياساته ليرقى أو لفترة أطول، هاي نظريته، لكن أعتقد يعني الأمور ليست كما هي يعني ترى. أولا خذ مثلا وزارة التربية، أي وزير يجي سواء وزارة التربية أو وزارة التعليم أو أي وزارة أخرى المفروض يكون له بصماته، ولا ولو على سبيل العمل والسمعة، لماذا يفسر على أنه مجرد ما حاول يطور في أمر معين أو صوب أمر معين هو لغايات الشعبية. بالمناسبة كثير من القرارات المفيدة على المدى البعيد والمجدية للمجتمع ككل هي ليست شعبية، إذا بدك تمشي وراء الشعبية. ولذلك احنا لا ننكر مثلا ما تم اجراءه في وزارة، وأظن احدى الحكومات طرحت شعار اننا لا نريد شعبويات، شعبويات بالضبط، يعني الكل المواطن الاردني اعتقد او كل المواطنين الاردنيين لمسوا التغيير اللي حصل في وزارة التربية والتعليم، اعادة هيكلة التعليم، لمسوا اعادة الهيبة لامتحان التوجيه والجهود اللي بذلت في هذا الاتجاه. حقيقة ليس هي اعادة هيبة للتوجيه فقط، هي اعادة هيبة الدولة، وهيبة الدولة مهمة، حاجتنا لهيبة الدولة زي حاجتنا للخبز نحن. والتعديلات التي أجريت صحيح يمكن قد بعض الأشخاص تذمر منها، لكن هي حقيقة مهمة جدا. الآن بالنسبة لقرارات وزراء التعليم العالي اللي أشرت لها، قد عندهم أسبابه، أنت قلت أنه واحد 55% الثاني مناقض، هي ليست تناقض، هي اختلاف، أن هذه اختلافات قد تمليها الواقع، عندما قرر 55 في وقائع مختلفة، عندما قرر 60 قد يكون هناك وقائع في أقل من ثانية، نعم وقائع مختلفة مثلا، صحيح. لما طلعت نتائج التوجيه الأعداد قليلة جدا، صحيح، وفترة كانت النجاح نسبي عالي، كانوا يفكروا مسبقا أنهم يرفعوا هذه المعدلات، أنا يعني بدأ دافع عنهم بس بحاول أفسر سلوكهم، لما يجوا رفعوا المعدلات هم في من بهدف أنه يرفعوا مستوى وتعليم في الجامعات بحيث يحدوا من المعدلات المتدنية، لما طلعت نتائج التوجيه وكانت الأعداد قليلة جدا، لو طبقوا هذه الفكرة كان الجامعات الخاصة ما أجيها طلبها أصلا، وهي استثمار، والجامعات الحكومية كان فيها ايدل كاباسيتي، كان بعض بس الدكتور يمكن أنت مش مراقب التطبيق، هذا معاكس، يعني 55% كانت النسب عالية النجاح، و70% كانت النسب واطية، بعرف بس يعني معاكس يعني جديد يعني بعكس جديد. جديد. نعم تفضل كمل. كنا نحكي في موضوع الموازي، الموازي أنا أتفق يعني مع القائلين أنه الموازي يؤثر على مستوى التعليم، ولكن هو يعني أملته حاجة الحاجة المالية للجامعات، في عجوزات في الجامعات الرسمية، والحكومة تدعم الجامعات بالمناسبة الحكومية كلها معظمها خاصة اللي تعاني من عجوزات، والدعم الحكومي هو ليس حقيقة زي ما قلت أنتوا على الورق، لا لليوم في دعم حكومي يحول الجامعات، وأنا مطلع، أنا كنت مدير مالي للجامعة الأردنية بفترة التسعينات وكان الدعم يحول، والآن أنا مطلع أن الدعم يحول، قد لا يكون بالمستوى الكافي لكن الدعم موجود، لا زالت الجامعات الحكومية تدعم، قد يكون هذا الدعم غير كافي أنا بتفق معك. الآن نحن نعلم أنه نعمل نحن في دولة تعاني من ضائقة مالية، الدولة نفسها والحكومة الدولة الأردنية فيها عجوزات في الموازنة العامة ضخمة، والعجوزات هذه متنامية، صحيح في آخر 3 سنوات كان في هناك نوع من ضبط العجز في إحكام على الرقابة على الإنفاق أكثر من أول، ولو أنه هناك مجال للرقابة على الإنفاق بشكل أكبر، الديون زادت، الدين العام الدين العام زاد، ولكن في آخر 3 سنوات انخفض كنسبة مئوية من الناتج. بحكم أنك كنت في الجامعة الأردنية دكتور، بس بديش أقاطعك، هذا يعني كتاب رسمي، أوكي، الجامعة الأردنية بال2009 الدعم الحكومي 640,000، وفي 2010 صفر، وفي 2011 500,000. موازنة ولا إيش هذا تحكي عنه؟ الدعم الحكومي كامل. ما هو شو بتحكي عن موازنة ولا حساب ختابي؟ في كثير ما بيحكوا عن موازنة الجامعات، عن الأرقام، ما ميزوا بين الموازنة لا الحساب الختامي. حساب الختامي لأي سنة؟ 2009 641,236 دينار، في 2010 صفر، في 2011 500,000،
في 2012 850 ألف. هذا كتاب مضبوط، هو في 2010 هذا كتاب الدكتور وليد نمعاني عن الدعم الحكومي الذي أنجزوا دراسة. 2010 وقفت الوزارة الحكومة الدعم عن الجامعات المكتفية تقريبا الأردنية والتكنو والبلقاوي والجامعات الأطراف وذهبت إلى جامعات الأطراف. يعني بس عشان يعني قصة الدعم كمل يعني متفاوت صح؟ ممكن يكون أوقفوه، بس إنما هي هذه جامعات حكومية والأصل أنها تدعم. ولذلك عندما يدار حديث عن مالية الجامعات وكثير ما يطرح أنها لا تغطي الكلفة وعملنا دراسات تغطي الكلفة، أنا لا أؤمن بهذا الكلام. الجامعة الحكومية لا يجب أن تغطي الكلفة، لها هدف آخر. صح صحيح، جزء من الكلفة يجب أن تغطى عن طريق الحكومة. إذا كانت الجامعة الحكومية أصلا يجب أن تغطي كلفتها، إذا شو اختلفت عن الجامعة التجارية أو الخاصة؟ صحيح. فالأساس أنه هذا الموضوع أو هذا الطرح أنه لا يطرح. هلا ما في شيء يمنع، ويجب ان تكون الجامعه كوست افيشنت، يجب ان تحكم بالرقابه على الانفاق، تحقق اهدافها باقل كلفه. اما القول ان الرسوم يجب ان تغطي، لا، لانه هذه حكايه الرسوم يجب ان تغطي. اذا انت اصبحت اقل فعاليه وكلفتك ارتفعت، انا مش مسؤول عنها. صحيح، انا مش مسؤول عنها. اذا ضخمت الموظفين الان لما تيجي مثلا شركه الكهرباء بقول لك ارتفعت تكاليفنا، انا مستعد الكلفه المبرره ادفعها كمواطن. بالضبط. لكن الكلفة غير المبررة اللي هي ناجمة عن عدم كفاءتك أنت. الهدر توسعت أنت بالهدر. صح. توسعت بالتوظيف. رواتب. وضعت امتيازات. وضعت امتيازات، وهنا مش تنطبق لا مش على الجامعات، حتى على كل المؤسسات بما فيها شركات الكهرباء والمياه وغيرها. أنا مش مسؤول عن عدم كفاءتك. الأصل إنه أنا أتحمل أي زيادة في الكلفة، شرط هذه أن تكون هذه الكلفة مبررة وليست ناجمة عن عدم كفاءتك أنت. انت زادت كلفتك لانك توسعت بالتوظيف، انا مش مسؤول عنه. توسعت بالامتيازات، الحوافز، زدت الحوافز لاعضاء مجلس الاداره، عملت الراتب السادس عشر. سادس عشر صحيح. نعم، حصل مره شركه الكهرباء عليها ديون وخسائر وقال نعطي خامس عشر. طب هاي ما بتمشي معها. صحيح. طيب دكتور فاخر، التعديلات المقترحه على قانون الجامعات ابرزها تخفيض عدد الاعضاء في مجلس الامناء من 12 الى 10، فيما أبقت على النسبة 10 بالنسبة للجامعات الخاصة. سمحت التعديلات للجامعات الرسمية بالاقتراض، يعني كيف قراءتك لأبرز التعديلات؟ يعني هو أنا ما يعني إحنا ما رشح لنا من التعديلات هو ما نشر بالصحف، يعني ما نشر بالصحف هو فقر يعني ثلاث بنود صغيرة. البند الأول هو بند السماح للجامعات بالاقتراض من الخارج، هو مش من الاقتراض الداخلي. الاقتراض الداخلي مسموح ضمن شروط محددة، ولكن اللي صار جديد هو الاقتراض من الخارج. النقطة الثانية تخفيض عدد أعضاء مجلس الأمناء من 12 إلى 10. النقطة الثالثة وضع شروط محددة لعضوية مجلس الأمناء من ناحية أنه ما يكون أستاذ جامعي بالجامعة أو ماخذ مناصب إلى آخره. يعني هذه الشروط اللي وضعت، أو أنه بدرس في جامعة ثانية. هذه هي هذا فقط ما تم يعني تمريره أو إعطائنا كمعلومات له في ما يتعلق بالتعديلات. أنا باعتقادي بأنه يعني أي تعديل على قانون الجامعات الرسمية، على قانون الجامعات الأردنية وقانون التعليم العالي، يجب أن يبنى على قاعدة أساسية، أنه ما اعترفت فيه الاستراتيجية التعليم العالي، أنه إحنا في هنالك ضعف كبير في مخرجات التعليم العالي. صح. بالتالي هذا موجود في الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي اللي أصدرتها مجلس التعليم العالي، مش أنه إحنا اللي بنحكيه. هنالك ضعف كبير في مخرجات التعليم العالي ناتج عن ضعف الدعم الحكومي للجامعات، وهذا مذكور بالنص، يعني مش اجتهادنا. وبالتالي اي تعديلات على القانون بتاخذ هذا المنحى. احنا للاسف ماخذين انه في ضعف في مخرجات التعليم العالي، وبناخذ قرارات معاكسه او توجهات معاكسه لما خلصت له الاستراتيجيه. لما تحكي انه انت في ضعف في الدعم الحكومي، بروح انا شو بسوي؟ بروح بحكي للجامعات روح اقترضوا من الخارج. طيب انا لما تكون جامعه بدها تقترض من الخارج بدون ضمانات حكوميه، شو معناته؟ معناته هاي الجامعه بدها ترتهن للخارج، بمعنى انه الخارج بده يحكي لها انا بدي اضمن تسديد ديوني. كيف بدي اضمن تسديد ديوني؟ انت بتدفعي، والله في طلاب بيدفعوا 50% من كلفه دراستهم، لا ارفع عليهم الكلفه تصبح 100%. هذا وضع طبيعي للمقترض. المقرض بده يفرض شروط، بده يضمن حقه بين قوسين يعني ماشي الحال. وبالتالي الاقتراض من الخارج بالضروره سيؤدي الى رفع الرسوم. هذا الف باء، لسه ما حكينا بالامور الاكثر سوءا يعني، بس احنا بنحكي بالف باء انه الاقتراض من الخارج سيؤدي بالضروره الى رفع الرسوم الجامعيه. وبالتالي اي حديث لمجلس التعليم على انه لن يتم رفع الرسوم، شو انت اللي اعطيتني اياه ارضيه لانك تحكي لي لن يتم رفع الرسوم؟
ما هي الضمانات؟ انك انت يعني انت لما ترفع ايدك كدوله عن الجامعه الرسميه وبتحكي اذهب انت وربك فقاتلا وبعدين تقول له لا ممنوع ترفع رسوم، ما راح يعني انت لن تجرؤ انك تحكي له ما ترفع الرسوم. يعني لما ياخذ قرار رئيس الجامعه برفع الرسوم انت لن تجرؤ انك تقول له ما ترفع الرسوم ما دام انك تاركه لحاله. بالضبط. وبالتالي انا بحكي انه في خلل كبير، في خلل كبير في الرؤيه اللي عماله بتصير في الوزاره، يعني في مجلس الاعلام بحس انه في تخبط. يعني هم بيحكوا بشيء وبياخذوا قرارات بواد اخر تماما. يعني معقوله انت تحكي للجامعه الرسميه، جامعه رسميه مش جامعه خاصه لسه، تحكي لها روحي اقترضي من الخارج؟ انا بفهم الدوله بتقترض وبتقدم دعمها للجامعه، بس تيجي جامعه رسميه تقترض من الخارج منها لحالها؟ طيب هنشوف احنا هاي التصريحات اللي بتشير لها في تصريحات لامين عام وزاره التعليم العالي مجلس الاستاذ الدكتور هاني دمور في جريده الدستور مع الزميلة أمان الساح، يؤكد على أن ما قيل من مقولات تدين قانون التعليم العالي والجامعات الأردنية اللذين اعتبروها قرارا تشاركيا عرجت على كل تفاصيل الجامعات والنقابات المهنية وتم تدارسه بواقعية وبشكل تشاركي. قال الذمور في التصريحات الخاصة لجريدة الدستور أن ما تردد من أحاديث حول ربط مقترح السماح للجامعات الرسمية بالاقتراض من الخارج بفتح المجال أمامها لفرض أجندات الجهة المقترضة ورفع اليد نهائيا عن الجامعات وإمكانية رفع الرسوم الجامعية لا علاقة له بالواقع تحت أي ظرف، وأن قرار الاقتراض إن تم مرتبط بشكل رئيسي بموافقة مجلس الوزراء عليه بشكل كامل وضبطه بيد الحكومة وليس بيد الجامعة نفسها. شو بتقول دكتور محمود على هذا البند في تعديلات القانون إذا تم؟ إذا تم عمر، يعني أفهم من هذا أنه في بند ينص على الاقتراض؟ في إشارة، هو اليوم اتصالاتنا معهم قالت لم يطرح أمام مجلس التعليم العالي، لكن في تفكير في تفكير يبدو وارد التفكير حسب التصريحات اللي موجودة. وأشار الضمور في التصريحات إلى أن أمور ستضبط من خلال الموافقة على الجهة المقترضة وحجم المبلغ المقترض وكافة التفاصيل المتعلقة بالقرض لتكون الأمور تحت السيطرة ومراقبة الحكومة وأن لا يكون القرار بيد الجامعة وحدها. هو الدكتور دعاس قبل شوي كان يحكي عن الاستقلال المداري والمالي للجامعات، صح، ويطالب بهذا الأمر، صح. أنا لا أؤمن بالاستقلال المالي المطلق للجامعة. أنا ما طلبت فيه، أنا حكيت يعني أنا حكيت شو بيحكوا هم، شو هدفهم من القانون. ما حكيت، ما طلبت أنه يكون في استقلال مالي وإداري للجامعات. أعتقد أنا لست مع الاستقلال المطلق للجامعات في قرارات المالية والإدارية. لماذا؟ لعدة أسباب. أولا هذه الجامعة هي جزء من الدولة ويجب أن تراعي القضايا والقضايا الرئيسية في الدولة الأردنية، وتعالج أيضا القضايا الهامة والاختلالات الاقتصادية الموجودة في البلد. وأعتقد الجامعات مثل أي مؤسسة أخرى تعمل في الدولة يجب أن تراعي الاختلالات والهيكلية في الاقتصاد الأردني، بطالة، أيضا القضايا الاجتماعية، كل يعني ما هو رئيسي في الدولة الأردنية. ولذلك لماذا جاءت الفكرة باعتقادك؟ ليست هي من تركها وحدها تقاتل أو تبحث عن موارد؟ لا أعتقد أنه هذا الفكرة، قد تكون الفكرة، لا أعتقد أن الجامعات اقترضت بالسابق، مقترضة الجامعات تقترض بالسابق، اقترضت داخلي. نعم اقترضت داخلي. نعم داخلي. اقترضت من البنوك المحلية. أيوة. الآن وفي حال ما أنه مجلس الوزراء وبعض المؤسسات الوطنية السيادية دفعت عن جامعة ما قروضها عندما عجزت عن سدادها ورواتب موظفين. أنا إلي وجهة نظر، أعتقد كل قرارات الإقراض سواء كانت داخلية من حيث المبدأ، قرارات إقراض خارجية وداخلية لمشاريع كبرى يجب أن تكون بموافقة مجلس الوزراء. أنا أعتقد مش كلها مشاريع كبرى. أنا لما أجي ألاقي رئيس جامعة بيعمل بوابة مشان يكرم فيها رئيس مجلس، هذا اللي بدي أحكي، أو بيعمل لي بوابة عبارة عن طلقة ولا خنجر ولا السؤال درع، إيش هذا السؤال؟ إيش ورقة هذا مليون تصرف على إيش على بوابة؟ أيوة. يا أخي طيب ودي لك 4 دكاترة يدرسوا فيها أحسن. يا أخي احكي يا دكتور، تفضل. هو خلينا نسأل أولا شو الدوافع للاقتراض. تفضل. مبرراته. نعم، الدافع للاقتراض بشكل رئيسي اعتقد انه هو العجوزات المتراكمه في معظم الجامعات. صحيح. سوء اداره. طيب. كمان خلينا نقول شو اسباب العجوزات. مش هيك؟ طيب الان احد الاسباب الرئيسيه للعجوزات هي ناجمه بشكل رئيسي اولا عن التوسع في التعيينات. صح. في اوفر ستافينج في كل الجامعات الحكوميه. الحسبه بسيطه، قارن نسبه الموظفين اللي طلبوا وضعية التدريس، ما بدنا نقارنها برا بس في الجامعات الأردنية حتى تكون نفس البيئة ونحيد كثير من العوامل، وقارنها في الجامعات الحكومية تجد أن هناك تعيينات غير مبررة.
اثنين انه الجامعات الحكوميه ايضا مش بس تتوسع، هي تتوسع بالامتيازات، وعندها بعض الاختلالات الماليه يمكن اذا صار مجال نحكي عنها بعدين، انه هي بتعطي حزمه فرنج بنفيت او امتيازات يعني مبالغ فيها خاصه في هذه الايام. صحيح. فبتعطي تامين صحي لكل من يخدم 10 سنوات بعد تركي الخدمه، تعطي باثر رجعي كمان نعم، وتعطي تعويض نهايه خدمه بالاضافه للضمان الاجتماعي. وكل هذه مع الاسف لا يوجد تعامل ماليا بشكل صحيح، لا يتم التحول. هذا يا دكتور حالها من حال مؤسسات الدوله، انا لما الاقي مؤسسات كبرى بتعطي 16 كل منط اربع موظفين على الباب يحتجوا اللي هم خذوا راتب الرابع عشر 15 سادس عشر. طب الكهرباء الوطنيه مع كل احترام والتقدير لها او المصفاة او اي جامعه ولا كل ما صار وفي النهايه بيرفعوا لنا الاسعار، بقول لك عجز الكهرباء مبينت احدى التقارير النواب كشفوها في بعض الرواتب والحوافز والثالث عشر والسابع عشر والتاسع عشر. الاصل الجامعات والهيئات وكل المؤسسات انه يكون في بالبلد سياسه اجور، والاصل ما يتم اعطاء امتيازات من هذا النوع الا بنظام وليس نظام خاص. لماذا؟ حتى يكون عندنا سياسه اجور منسقه في البلد كلها. الان الاغفال هذا الجانب في 15 سنه الماضيه ادى فيما بعد الى تباين كبير في هيكليه الرواتب. صحيح. بين موظفين الدوله والمؤسسات والهيئات، وادى الى الهجره اللي انت صاروا كثير من الموظفين يحاولوا يجروا المؤسسات. نرجع للجامعات، هذا جانب. الجانب الاخر انه زي ما تفضل في كثير من قرارات رئيسيه احيانا هي غير مدروسه وغير مجديه. الاصل انه يكون في ضبط الانفاق بالجامعات بشكل سليم. ثلاثة، التوسع في التخصصات غير المجديه. رايح اجي يا دكتور عند هذه المخرجات يعني بعد اذنك رايح اقطعك هون، طولنا شوي على الدكتور فاخر حتى ما يقول زعلتوني ذبحتونا صدرت بيان حول موضوع الاقتراض، ابرز ما جاء في هذا البيان ولماذا باعتقادك؟ هل هو حصر على مسألة أو بند الاقتراض أم لا؟ تفضل. يعني ابتداء احنا قانون الجامعات إلنا عليه ملاحظات كثيرة وطرحناها سابقا، وحكينا انه القانون يعطي زي ما تفضل الدكتور يعطي استقلالية مالية وإدارية للجامعات غير محسوبة، بمعنى انه انت بتعطي هاي الجامعات استقلالية من ناحية انها تدبر حالها في الايرادات، اوكي، ولكن الاستقلاليه الفعليه غير موجوده. صح. ماشي الحال، هذا نحكي بصراحه، فهمت علي؟ يعني هذه اشكاليه، انت بتعطي الجامعات انه حتى اليوم ما في استقلاليه هو استقلاليه الموظفين الان اصلا استقلاليه وزراء بدك استثناء في الجامعات الحكومية. هي الاستقلاليه مش بالماليه، هي الاستقلاليه في الايرادات. نعم. في انك كيف تدبر ايراداتك، هاي فقط لا غير، هاي النقطه الاساسيه. النقطه الثانيه، سياسة التعليم العالي مبنية على أساس رفع يد الدولة بالكامل عن الجامعات، وبالتالي أي إشي بدنا نقرأه من هاي الزاوية، وبالتالي علينا أن نقرأ. شو بيعني هذا يا دكتور؟ هذا معناته إنه ماذا يعني لكم يعني؟ إحنا طبعا. بالنسبة إلنا بنشوف إنه الحكومة بتحكي للجامعات إحنا ما معنيين فيكم بالمطلق، أنتم لستم مستقلين. جامعات رسمية بمعنى إنكم جامعات حكومية تنفق عليها الحكومة، أنتم جامعات رسمية بمعنى إنه أنا في إلي مصلحة في هاي الجامعة أحط هذا رئيس الجامعة وما أحطوش وامتيازات وكذا. صحيح. بسويها فقط. لا هذا حتى في هذا الخلاف على تعيين على عضو التدريس هل هو موظف عام أو لا في الجامعات؟ بالضبط. لا دكتور كان في خلاف فيها. وبالتالي هون الإشكال الأساسي لما تيجي أنت تحكي للجامعة إنه يحق لك الاقتراض من الخارج. طيب انا هاي الجامعه شو معناته انه تقترض من الخارج؟ معناته هاي الجامعه بدها ترتهن للخارج، زي ما صندوق النقد الدولي مرتهنيت للحكومه، اللي بتوصل مرحله انه رئيس وزراء يطلع في مجلس النواب يحكي لا استطيع خفض اسعار المحروقات لانه صندوق النقد الدولي يمنعني، مش لانه انا مصلحه البلد ولا لانه النفط انخفض ولا ارتفع، لانه الصندوق يمنعه بحكي له ممنوع تخفض المحروقات. تخيل لاي درجه، فما بالك في جامعه لا حول لها ولا قوه تيجي بدها تقترض من الخارج. بالتالي لا. هون الارتهان الكامل بصفي، وهون الاخطر، لانه لما انت جامعه اكاديميه ترتهن ماليا لجهه خارجيه احنا بدنا نقرا السلام على التعليم. ليش؟ لما بتصير هذه الجهه الخارجيه تقول لك انتو تخصص الزراعه غير مجدي ماليا، ليش انت فاتح لي اياه وبكلف؟ انا لازم تشطب لي اياه، هاي شروطي، بدك بعطيك 15 مليون بس اشطب لي زراعه، بيكون له اهداف اخرى اصلا، هاي الجهه المقرضه ممكن يكون له اهداف تدميريه، عشان نفهم شو اللي بيصير. تكون فاتح جامعه خاصه جدا. تكون فاتح جامعه خاصه لك ممكن مثلا ممكن لا. صحيح. وبس انا بحكي على مستوى الدوله كدوله. صحيح. ماشي الحال، هذا شيء خطير جدا لا يعقل انه يمشي.
أنا يعني إحنا بعد ما صدرنا البيان صار في ردود أفعال، أحد الردود الأفعال تعليق للدكتور وليد المعاني اللي هو نائب رئيس وزراء سابق وزير التعليم، نعم. حكى ما بصير يمر، يعني هو صرخ يعني أكثر من إيش مشروع الاقتراض من إنه الجامعة تصير تقترض من الخارج، ما بصير يمر البند هذا بالتحديد. بحكي عن هذا البند أنا يعني أنا بحكي حتى وأن ربط بموافقة الحكومة بغض النظر هاي الموافقة دكتور مهند نحن جميعنا نعلم من هاي موافقة شكلية، هاي موافقة شكلية ما بتأخذ تفاصيل إنه أنت لا بدي أنا، لأنه كمان بدنا كمان نفهم شغلة، بده تيجي المجلس الوزراء يقول له أنا ممنوع تقترض على 15 مليون، يقول له أوكي أنا ما بديش أقترض، دبرني بحطك زاوية حرجة أوكي دبرني، يعني زي الجامعة الأردنية لما رفعت رسوم الموازي والدراسة لم تجرؤ وزارة التعليم العالي إلا أن تصدر موقف، نتمنى على الجامعة الأردنية أن لا ترفع رسوم، قال له رئيس الجامعة أنا عندي عجز تعال حل لي إياه صح، إذا بتتذكر يعني الموضوع، وبالتالي أنا ما تحكي لي شروط إنه مجلس الوزراء يوافق ولا ما يوافق، أنا بحكي سيادة الدولة ما بصير، بدك إذا بدك توافق بدك تخلي الأمر بيدك، مجلس الوزراء يقترض من الخارج ويدفع للجامعات وزع، أما هذا الموضوع هذا في غاية الخطورة، هذا بيفتح مجال للتطبيع، بيفتح مجال لشبهات أكاديمية، بيفتح مجال لتخريب جامعات، بيفتح مجال لتخريب سمعة الأكاديميين عندنا، بيفتح مجال للتغلغل جوا جامعاتنا، بيفتح مليون مجال طيب. هذا بصفي رفع الرسوم أمر صغير جدا يعني أمام هذا الحدث الكبير اللي بده يصير. نعم شكرا دكتور فاخر، فاصل ونعود، ولكن قبل الفاصل أعزائي المشاهدين سؤال شارك عبر تطبيق رؤية، هل تؤيد السماح للجامعات بالاقتراض؟ نعم 28% ولا 72%. سؤال شارك أعزائي المشاهدين قبل أن نستأنف الحوار حول هل تؤيد السماح للجامعات بالاقتراض؟ نعم 28% و 72% يقولون بلا. دكتور فاخر من حيث ما انتهى دكتور فاخر دكتور محمود، يعني اقتراض غير مسبب، اقتراض مرفوض، يعني دول تنوء من الاقتراض، دول لا تحب، يا اخي الواحد شخصيا ما بحب يقترض، اذا بيقترض بنجرط والله، في ناس بموتوا من 500 دينار اذا بتدينوهم، كيف عاد جامعه غير مستقره وبتغير رئيسها بين يوم وليله اذا بدهم الناس. تفضل. اولا يعني خليني بس اوضح نقطه للدكتور دعاس، انه صندوق النقد الدولي لا يملي على الحكومه الاردنيه املاء، لا احنا شو العدد بصير الاصل انه احنا يعني دوله تعاني من اختلال كبير، اختلال مالي كبير اللي هو عجز الموازنه، وهذا معروف. الان صندوق النقد الدولي يقدم لك نصائح للتعامل مع هذه، طبعا الاقتراحات اللي بقدمها صندوق النقد الدولي قد تكون غير مريحة لكثير من المواطنين، لكن لابد منها. يعني انت عندك عيلة راتبك 200 دينار تصرف 300، ما بصير، بدك تدبر حالك، يا تقلل من النفقات يا تدور لك على شغلة ثانية تصرف. بس صندوق النقد الدولي ما قال اعملوا هيئات، يا دكتور صندوق النقد الدولي ما قال اعملوا هيئات مستقلة بميزانية 200 مليار، لا لا حتى لو أنا قصدي كيف تنفذ يعني انت الوزراء لما حكى للنواب هيك شو كان قصده؟ بعرف شو حكى اصلا انا بحكي لك شو حكى، ما بيهمك بس هو بينصح ما بيعطي شروط، يعني ما بيحط شروط طبعا. هو نعم يقدم وما في شروط في اتفاقية، ما قرأت اتفاقيات صندوق لا 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 طبعا مع أي دولة؟ معلش اذا في القروض هو اذا في القروض ما في شروط، اي مقرض في العالم معقول ما قرأت انت؟ معلش معلش انا ما قرأت، بس اي مقرض في العالم بده يعطي شروط. طيب ما هي ليش مشان يضمن سداده؟ انا بدي اساعدك عمي. معناته مش نصائح، معناته مش نصائح، في منها نصائح وفي منها شروط، ولكن حتى الشروط لعلمك الشروط هي على يعني هي شروط في معظمها سليمه لتصويب الاختلال المالي. الان كيف تنفذها هذا راجع لك، مره واحده تدبها ضمن خطه معينه تحط بدائل هذا موضوع اخر، لكن يعني هي امور لتصويب الاختلالات الماليه. ماذا موضوع الاقتراض في الجامعات اذا حصل؟ اعتقد انه مضخم زياده عن اللزوم، يعني وانا اسمع لك حاسس انه في يعني كارثه. انا اعتقادي فكره الاقتراض اجت من لسبب بسيط وقد اكون مخطئ، لكن الان الدوله الاردنيه او الحكومه كانت تمول العجز عن طريق قروض داخليه في اخر 5-6 سنوات، نسبه القروض الداخليه زادت عن 50% من تمويل من الدين العام.
الآن صار تغير في الأسواق رأس المال العالمية، وانخفضت الفوائد على الاقتراض الخارجي بشكل كبير ووصلت إلى 1.5%، وبدأت الحكومة الأردنية تفكر بالاقتراض إيش الخارجي، أو هناك على الأقل دعوات للدولة بأنه للحكومة نعم أنه خلينا نروح، ليش إحنا نركز على الاقتراض الداخلي، ليش ما نروح نقترض اقتراض خارجي؟ أولا الاقتراض الخارجي في هاي المرحلة يخفض كلفة الدين العام، وهذا بحد دوره يخفض عجز الموازنة، هذا رقم واحد. رقم اثنين أنه الاقتراض الخارجي في مخاطرة القطع الأجنبي اللي هي بسموها الفورن اكسشينج ريسك، العفو الداخلي أنا آسف، الداخلي، أنه اقتراض الدولة من الداخل تنافس القطاع الخاص على القروض وترفع من سعر الفائدة محليا، وهذا مش من صالح، يعني يتناقض مع التوسع في الاستثمار. فإذا سحبنا الطلب على القروض الداخلية بصير عندنا فرصة للإقراض الداخلي أعلى لقطاع الأعمال، وممكن يساعد على تخفيض كلفة المشاريع، وبالتالي يشجع إيش الاستثمار. أعتقد الفكرة إجت من هنا. طيب أنه ليش ما تخلوا، بس أكمل معلش أكمل هاي الفكرة لأن الدكتور دعاسة، ومن هنا أعتقد الفكرة جاءت من هنا أن نسمح للجامعات تقترض، ولكن بشرط موافقة إيش رئاسة الوزراء. وبالمناسبة حتى الهبات في القانون الحالي لا يجوز قبولها إلا من خلال إيش قانون مجلس الوزراء. لماذا؟ لحتى تضمن الجامعات كل اللي بذهنك هذا يضمن مجلس الوزراء أنه ما يحصل. بس المجلس حتى الهبات صحيح. ممنوع إلا بموافقة مجلس إيش الوزراء. وحتى لو بدك تهدي جامعة ليس تارك ليش موجود وزارة التعليم العالي وليش موجود مجلس التعليم العالي؟ هناك في واضح حتى لرئيس الجامعة صراحة يعني ممكن نحكي عن 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 انه ممكن نعترض على سياسات التعليم العالي، ممكن نعترض ونقول انه لا يوجد استراتيجية واضحة للتعليم العالي بالأردن، كل هذا الحكي ممكن نحكيه. اما نقول ان الدولة تركت الجامعات على حالها وكل واحد دبر حوله، حتى الجامعات الخاصة في اشراف مباشر لنضمن يعني حد ادنى من التعليم، حتى القانون تعديلات القانون بتقول انه نفصل بين المالكين. ولماذا اشترط القانون يكون نصف الاعضاء اعضاء التدريس حتى نضمن انه يكون في اصحاب اختصاص في الجامعات طيب. الخاصه اساتذه، ففي يعني نقاط طيب. مبرره. وايضا نعم. اظن دكتور كقرار مالي انه حتى اي رئيس جامعه له سقف وصلاحيات وحدود، يعني في اي سقف مالي، في اي تبرعات، في اي وأيضا لا التبرعات الخارجية ممنوع ولا له صلاحية قبولها. طيب. رئيس الجامعة في القانون الحالي والقديم طيب. لا يوجد له صلاحية في قبول. طيب أنا بدي أسألك سؤال، بما أن التبرعات المحلية الخارجية بدأ قرار مجلس وزراء، مجلس طيب. أمناء الداخلية معلش الخارجية بدأ مجلس وزراء، الخارجية مجلس وزراء، والهبات أيضا الداخلية مجلس الأمناء، والخارجية يجب أن يكون هناك موافقة من مجلس الوزراء. فالعملية مضبوطة مش كما أنت لو بدك تهدي كتب بقيم معينة بدك قرار مجلس الوزراء. شو الرد؟ تفضل دكتور. بس بدي تفضل. أنا ما بدي أعلق على صندوق النقد إنه يعني هو بينصح. لا هذا تركنا من لا أنا قصة إنه بينصح وكذا، هو هو بينصح وإحنا بنضعف، فهمت كيف يعني؟ إحنا من إيدينا. من إيدينا، لأنه هو محترم كثير بس مش هو اللي مضعفنا. فعلا هو صندوق النقد هو كثير كثير محترم بس إحنا سيئين يعني. نأخذش النصيحة. أنا بقول فهمت كيف؟ طيب. صندوق النقد ما بيضع نصائح، بيضع شروط وبيفرضها، فهمت علي؟ وهذا هذا اقرأ شروط أي اتفاقية بين الحكومة بين الحكومة الأردنية أو غيرها، هاي أول شغلة. الشغلة الثانية، لا الحكومة تاركة الجامعات في حالها. مين قال إن الحكومة مش تاركة الجامعات؟ مين بيحكي إن الحكومة مش تاركة الجامعات؟ أنا لما 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 تيجي الجامعة الأردنية ترفع رسوم الموازي والدراسات العليا، لما اليوم 275 دينار رسوم ساعة الدكتوراه للآي تي في الأردنية، 275 دينار، هذا رقم لجامعة حكومية؟ هاي اسمها جامعة حكومية؟ بس عشان نفهم، إذا هاي وين الحكومة؟ يعني الحكومة اللي مشترك الجامعات شو بتسوي؟ اللي مشترك الجامعات لما جامعة العلوم والتكنولوجيا 90% المقبولين على الموازي والدولي، شو حال يرموك؟ طيب إيه؟ شو حال يرموك؟ اليرموك نفس الشيء، يعني لما تكون ساعة الطب 100 دينار تنافس في البلقاء وفي اليرموك، شو مين لمين هاي الساعة؟ طب لما لمين يدر هاي لمين؟ لما جامعة مثل مؤتة لا تعترف بخريج النظام الأمريكي في الأردن في القبولات تبعها شو بتسوي؟ 100 قليل 100 بس 100 دينار ساعة ساعة قليل لا كانوا أكثر ولا لا ما هو في جامعات خاصة دكتور إحنا أنا درست 20 دينار ساعة ما هو في جامعات خاصة الآن وكانت غالية تعتبر دكتور فاخر إذا سمحت خليك أهلي معي. تغلبوا لما صرفوا علي خليك معي إذا تفضل يعني لما جامعة خاصة أيضا بتعطي الدكتوراه ب 350 دينار للساعة وإقبال زائد وفي تضغط على التخصصات شو بعني هذا؟
دكتور مهند انا ما بدي اشعب بالحكي، معلش اسمح لي انا خليني في موضوع الجامعات الرسميه. الجامعات الخاصه بحكي لك كيف من وين بيجي الضغط ومن وين بيجي الطلاب اللي بيسجلوا الى اخره، بنحكي فيها هاي ما في مشكله، بس انا ما باجي بحكي انه بما انه في طلاب بيسجلوا بجامعه خاصه 350 خلي الجامعه الحكوميه تدفع تحط 275. هذا مش معقول. وانت لو كنت هذا لا انا وين الفكره؟ ما بتهم ما بتقارن. انا ما قاعد بتهم باداره الجامعه الاردنيه او اداره جامعه اليوم، انا بتهم حكومه تتخلى عن جامعات تتخلى عن جامعات وبتعطيها بتعمل كومبرومايز مقايضه اتفاق تحت من الباطن انه احنا بنتخلى عنكم وبنعطيكم جرين لايت تسوي اللي بدكم اياه في المواطن. هذا ما بصير. اللي بدكم اياه حطوا موازي قد ما بدكم، حطوا دولة قد ما بدكم، ارفعوا رسوم قد ما بدكم، غيروا اسماء مسميات كليه في تخصص في الاي تي بيتغير مسمى بتكون ساعته 47 بغيروا اسمه نفس التخصص بتصير ساعته 65 دينار هيك. طيب بدون لا اسمح لي بس اكمل يا دكتور. ما هو دكتور بس اسمح لي يعني وقت متساوي. انا ما عندي انا بدي اعطيك وقت متساوي، بس انا بدي اعطي وقت متساوي للتعديلات. يعني التعديلات ليست كلها سيئه في القانون. احنا هو ما في عنا تعديلات. لا بتقول لك اعتبار خدمة عضو هيئة التدريس الذي يتقلد اي من مناصب الفئات العليا المقرونة خدمة مستمرة له في جامعته طيلة مدتها لتشمل حقوقه المادية والاكاديمية كافة من ضمنها الترقية. هذا بالنسبة مطلب لبعض اعضاء التدريس. ماشي الحال. احنا بس خلينا في احنا بنحكي في جوهر جوهر القانون. احنا بنحكي هاي في جوهر القانون. هاي تعديلات ثانويه. في تعديلات قبل التعديل. في شيء رئيسي يا دكتور ما هي الاشياء؟ انا بدي احكي لك مثلا لما يكون مسموح لصاحب الجامعه الخاصه مثلا انه يكون له مكتب جوا الجامعه. تفضل احكيه يا ريت. كان في قانون الجامعات الخاصه سابقا كان يمنع على صاحب الجامعه انه يكون له مكتب جوا. هذا انشال فصل كامل بين هذا انشال الاداره والمال. شو صار هلا؟ هلا الطالب اذا في عنده قضيه ماليه ما بيروح على لا عماده لا على الشؤون الماليه ولا عماده شؤون الطلبه ولا على رئيس الجامعه، بيروح على صاحب الجامعه، وفي معظم الجامعات بيروح على ابن صاحب الجامعه. صحيح. ماشي الحال. هذا بحكي في قانون. انا هون بحكي اذا بدي احكي في تعديلات. اما تقول لي والله قلصت اعضاء عدد اعضاء هيئه مجلس الامناء من 12 ل 10 ولا خليتهم 16 ولا خليتهم 18، ما احنا كلنا عارفين مجلس الامناء بيجوا. طب هل هناك تعديلات؟ ياكلوا هالمنسف ويضلهم مروحين. يعني بنحكي بصراحه كمان يعني كل التقدير لهي المجالس. لا بس معلش انا هل هناك تعديلات؟ طيب لهم كل الاحترام والتقدير، بس انا بحكي طيب. على الدور اللي بيقوموا فيه كلنا طيب. بنعرف انه مجالس هناك طبعا بدك تتغدى يا زلمه، بدنا نجيبك اجتماع ونغديك يا دكتور. الله يسامحك دكتور فاخر. طب ودام الحاله هذه حتى ما تقول قطعتني وتركتني او ما اعطيتني حقي، هل هناك تعديلات تطلبوها انتم وغير موجوده او تعتقدوا بضروره وجودها؟ طبعا. تفضل. ما هي؟ احنا قدمنا مقترح متكامل لمين؟ لمجلس التعليم العالي من 2010 لما من 2009 لما بلشوا يحطوا تعديلات قانون الجامعات كحملة. أي حملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة ذبحتونا رفعنا. مسجلين يعني جمعية؟ إيه؟ مسجلين بالقانون؟ لا مش مسجلين بالقانون. طيب تفضل. إحنا مسجلين بأكثر من القانون. ما هو؟ إحنا مسجلين بصوت الطالب. أيوه. ماشي الحال؟ عظيم. إحنا فيش طبعاً. وزير تعليم عالي ما التقى فينا رسميا يعني عشان بس، ولكن هاي مش شرعيتنا. شرعيتنا إحنا لما الطالب يعرف جيدا بأنه تكون عنده مشكلة بيعرف إنه ملجأه حملة ذبحتونا مش ملجأه لا إدارة جامعة ولا عمل شؤون الطلبة، لأنه يعلم إنه هذولا بيكونوا منحازين للجامعة على حسابه. عوي. يعني عشان تكون المسألة واضحة. ويعني وأنت أدرى مني باللي بتشتغلوا الحملة على الأرض وقانونيا إحنا إلنا وضعنا القانوني والكل بيعرف إنه إحنا إلنا وضع قانوني. يعني ماشي الحال. وين وضع قانوني؟ إلنا وضع قانوني. إحنا حملة بتضم مجموعة قوى سياسية وطنية، وبالتالي هاي القوى السياسية من حقها زي ما تحكي. طيب ما هو ائتلاف أحزاب المعارضة زي ما هو الذي تطلبه على القانون؟ ما هي التعديلات؟ في شيء اسمه الحملة. التعديلات اللي طلبتوها ما هي أبرزها؟ احنا أنا بسألك عشان أعطي مبرر للتعديلات. حطينا تعديلات كثير مهمة، ولكن احنا من أهم التعديلات اللي حكيناها فيما يتعلق في البند الدعم المالي للجامعات. حكينا انه هذا يجب أن يكون أساسي. صحيح. مش انه ما تيسر ومش عارف شو من هذا، يعني هاي اللغه اللي غير ذلك غير موضوع الدعم. في امور دقيقه ضل معي في امور كثيره، بس احنا ايضا يعني فيما يتعلق في الجامعات الخاصه تم اعطاء الجامعات اصحاب الجامعات الخاصه الصلاحيه المطلقه سواء في تشكيل مجالس الامناء في تركيبه مجالس الامناء او في القرارات الاداريه والماليه في الجامعات، وتصبح الجامعه وكانها شركه تجاريه لصاحبها فلان الفلاني. لا واصبح يجي اصبح يجيبوا رئيس جامعه مرات وقوع استقالته من تاريخ تعيينه
يعني انا هاي ما بعرف بس انا بعرف رؤساء جامعات الطلاب بيعرفوش اسمائهم يعني صحيح دكتور فعليا يعني دكتور محمود يعني اخر نص دقيقه يعني موضوعات اعتبار خدمه عضو هيئه تدريس الذي تقلد منصب عام جزء من الخدمه خدمته شو بتعني هذه مهمه اعتقد انه هي وضعت لانه في كثير من اعضاء التدريس اعضاء هي التدريس تقلدوا مناصب الدوله ومعظم هؤلاء حقيقه كانوا يعني عندهم امكانيات قامات اكاديميه كبيره صحيح فحفاظا على هذه الكفاءات حتى ترجع للجامعه فانا اعتقد انه مناسب نعم مناسب ليس لخدمتهم هم انت مع طيب مع توسعه صلاحيات مجلس الامناء اعتقد الصلاحيات الموجوده هي كافيه هذا مجلس رقابي وما معه من صلاحيات تكفي هذا ليس جهاز تنفيذي طيب شكرا التنفيذ للرئيس والعمداء و شكرا لك يا دكتور محمود الخلايلي استاذ المحاسبه والتمويل وعميد البحث العلمي في جامعه الزرقاء اقل من نص دقيقه شكرا لك يا دكتور فاخر دعاس أقل من الامين العام للحمله الوطنيه لشكرا طلبه الدفاع عن حقوق الطلبه ذبحتونا الوقت انتهى سؤال شارك عبر تطبيق رؤيا هل تؤيد السماح للجامعات بالاقتراض نعم 25% ولا 75% هي النسبه زادت معك يعني لا كويس شكرا لكم اعزائي المشاهدين هذه تحيه والى اللقاء